بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي على آخر محاضرة، زي ما قلنا في الانترودكشن لازم أبدأ أقيم الإعلان بتاعي. طبعا أنت شايف اللي مفيش بوردرز، خد بالك أنا متعمد الكلام ده علشان أثبته في دماغك كويس. لازم تحط بوردر، لازم تحط هوت سبوت، لازم تحط البوتون اللي هيوديك على الويب سايت. طيب يبقى نحط البوردر. خلاص احنا حطينا البوتون، هيبقى تحت البوتون البوردر بتاعي. هيبقى بالأبيض ونخليه 4 مثلا، ونيجي هنا ونرسم له البوردر بالشكل ده. جيت عملت بابلش، مش باين، ماشي. البوردر ده هخليه بره، هخليه بره خالص فوق البانر. اروح حاطط له كده البوردر بتاعي، هيكون بمقاس 300 × 250، واجي اوسطنه في النص بالظبط. كده اشياء كتير. نبدأ نخش على الهوت سبوت جوه، نخش على البانر نفسه ونكتب هنا، هنشيل اللي احنا عملناها دي دلوقتي ونروح. عايز احط الهوت سبوت بطريقة تكون راقية شوية او جديدة شوية. هنقفل الماسكات عشان اعرف اشوف. طيب البوتون هقفله برضو. هنيجي على كلمة موقع فتكات ونعمل فيها طريقة كويسة. موقع فتكات هنيجي هنا ونقوله مثلا كل فترة معينة هيبدأ يظهر لي اضغط او زورونا على موقعنا، او اضغط على لزيارة موقعنا، او اي حاجة. طيب هنيجي هنا F7، لا خلينا جوه هنا، ونيجي كل مثلا 25 فريم او 20 فريم نقول له اعمل لي كذا. طيب انا هكتب بس الاول، يبقى بالابيض ونقول اضغط هنا لزيارة موقعنا. كبيرة، نقول له اضغط هنا بس. الخط هيبقى اكبر شوية. نوع الخط مش فاكر نوع الخط كان ايه، خلينا نشوفه. طبعا المفروض يكون نفس نوع الخط ده. وده نوع الخط، نكبر شوية عشان نوصل نفس المقاس تقريبا. نصغر شوية كمان. اوكي هيبقى هنا. نراعي الألفات كلها تبقى على سوا واحد. كده تمام. بريك أبارت، ونيجي كنترول إكس. قبل ما نحول بريك أبارت نبعد شوية كده عشان ما يقطعليش في الشيب اللي بعده أو اللي تحتيه. هنيجي كنترول إكس
اف 7 كنترول شيفت في، ونخلي هنا بعدين بريك ابارت. ده هنخليه مثلا اللون الموف هيمشي معاه اللون ده، هبتدي يتقلب بالطريقة دي. تعال نشوف المنظر العام. تمام، هنيجي بقى هنا عند الـ40 ونيجي نعمل له F5 عشان يظهر شوية بعدين يقلب ويظهر شوية. Again test. كويس، هو بالطريقة دي. وكده يبقى انت الاعلان بتاعك تقريبا اكتمل، او هو فعلا اكتمل. البوردر عندك، البوتون، اضغط على البوتون. تجربة برضو عشان نشوف فعلا رايح على الويب سايت ولا لا. راح على الويب سايت، تمام. البوردر موجود، الهوت سبوت موجود، مخاطبة المشاهد بيقول له اضغط هنا. كده تمام، ونخش بقى على الإعلان اللي بعد كده. السلام عليكم.